يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، وهي آخر حلقات البرنامج ده قبل شهر رمضان الكريم اللي هيبتدي بكرة بإذن الله تعالى. كل عام وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة، رمضان كريم عليكم وعلى كل الأمة العربية والإسلامية، ويعود علينا يا رب بالفرحة والسعادة والإيمان وبكل شيء جيد، نفحات في الحقيقة رائعة وأجواء بتبقى ممتازة ونستناها من السنة للسنة دايما الأجواء الرمضانية. فكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف صحة وبخير دايما يا رب، وإن شاء الله بإذن الله السنة اللي جاية تكون خلصنا من فيروس كورونا بإذن الله تعالى. طيب النهاردة حلقة أكيد حلقة مهمة جدا، عندنا فيها تفاصيل كتير كالعادة على مختلف الأصعدة، سواء الصعيد المحلي الصعيد العالمي، وبالتحديد كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وكواليسه. كل دي أمور هتكون معانا على مدار فقرات الحلقة المختلفة. دايما بيكون تفاعل حضراتكم معانا غاية في الأهمية. سؤال حلقتنا النهاردة بيتعلق بشهر رمضان الكريم، وإيه هي ذكرياتك مع النادي الأهلي في شهر رمضان؟ هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقات الترند دائما، فبالتالي تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهنشوف تفاعلات حضراتكم. لكن دايما أي حلقة بيكون ليها عناوين مهمة، نشوف في ترند الأهلي: الأهلي يشكو لاعب الزمالك إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط. كمان في ترند الأهلي: الفريق يستأنف استعداداته لمواجهة النصر. أما في الترند العالمي: محمد صلاح على قمة اهتمامات باريس سان جيرمان. طيب النهاردة مفيش ماتشات كتير في مختلف الدوريات، يعني عدد من المباريات القليلة، ودايما يوم الاثنين بيبقى ماتشاته مش كتيرة، الماتشات بتبقى أكتر على مدار يومي السبت والأحد يعني. فبالتالي خلينا نبتدي بالدوري الإنجليزي، النهاردة في ماتشين بس في الدوري الإنجليزي وختام الجولة رقم 31 من البطولة القوية جدا البريمير ليج، واللي يعني بتوشك على الانتهاء وقربت تخلص خلال 7 مباريات متبقية في هذه البطولة. ويست بروميتش ألبيون هيلعب مع ساوثامبتون مباراة الساعة 7، وأيضا برايتون هيلعب مع إيفرتون المباراة الساعة 9:15. أما بخصوص الدوري الأسباني ففي مباراة وحيدة، سيلتا فيجو مع إشبيلية، المباراة دي هتكون الساعة 9 بالليل. الدوري الإيطالي مباراة وحيدة أيضا ما بين بينيفينتو وساسولو، مباراة هتكون الساعة 9:15 مساء. دي أهم وأبرز المباريات. لكن عندنا حديث بقى ايه غايه في الاهميه وتفاصيل كتير جدا تتعلق بالنادي الاهلي وتتعلق بكواليس مهمه بخصوص ما حدث بالامس في مباراه الاهلي والزمالك مواليد 99 فريق الشباب، واللغط الكبير اللي حوالين المباراه دي. تفاصيل كتيره هتكون معانا بس بعد الفاصل، يلا بينا. واحد من اللعيبه الكبار جدا جدا اللي ليهم تاريخ اكثر من رائع مع النادي الاهلي، ساهم في عدد كبير قوي من الالقاب والبطولات والمباريات اللي تالق فيها كتيره جدا في الحقيقه، مؤمن زكريا. كل سنه وهو طيب وعبال مليون سنه يا رب في صحه وسعاده، وباذن الله باذن الله خلال السنه دي يكون مؤمن في مكانه ما بين زمايله في الملعب في المكان اللي بيحبه بالتيشيرت اللي بيحبه بمستوى اللي احنا مستنيينه وبالمستوى اللي احنا متعودين عليه من لعيب كبير جدا بحجم مؤمن زكريا. مؤمن زكريا ربنا يا رب يشفيك يا مؤمن ويعافيك وترجع لنا بألف مليون سلامه. كل سنه وانت طيب وعبال مليون سنه يا نجم مصر يا عالمي. مؤمن زكريا واحد من نجوم النادي الاهلي، النهارده عيد ميلاده، ودايما دايما مؤمن هيفضل في قلوب واذهان جماهير النادي الاهلي دائما وابدا، وكل جماهير النادي الاهلي في انتظار عودته وفي انتظار اهدافه الرائعه اللي احنا بنشوفها دلوقتي مع حضراتكم في هذه اللحظات على مدار مشواره مع النادي الاهلي. كل سنه وهو طيب. ماشي، خلينا بقى نتكلم على الملف الاهم واحداث مباراه الامس، مباراه شباب النادي الاهلي مع شباب نادي الزمالك في بطوله الجمهوريه، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-1 في مباراه تفوق فيها النادي الاهلي بشكل ممتاز جدا. في البدايه خلينا اقول لحضراتكم ان في اجتماع للجنة القانونيه بالنادي الاهلي لدراسه قرار اتحاد الكره بشان بطوله 99، والاجتماع ده بيجرى في هذه اللحظات وانا بتكلم مع حضراتكم.
اللجنه القانونيه بالنادي الاهلي بتجتمع في الوقت الحالي لدراسه احداث مباراه الاهلي والزمالك في دوري الشباب التي اقيمت امس بملاعب الاهلي بفرع مدينه نصر وانتهت بفوز النادي الاهلي 2-1. واللجنه القانونيه دي هتشوف كل اللوائح وكل الملابسات وكل الاحداث اللي بتتعلق باللغط الكبير بخصوص هذه المباراه، وبعد كده هترفع تقرير للكابتن محمود الخطيب، بعديه يكون في قرار مناسب على حسب كل الملابسات وعلى حسب دراسه اللجنه القانونيه. قرار هنشوف هيكون عباره عن ايه، وهنشوف موقف النادي الاهلي بخصوص المباراه اللي هي الفاصله اللي تم الاعلان عنها من قبل الاتحاد المصري لكره القدم بالامس. هل النادي الاهلي هيكون متواجد في هذه المباراه ولا لا؟ ده احنا في انتظار القرار النهائي بعد ما التقرير يوصل للكابتن محمود الخطيب، وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل. ده خبر من ضمن الامور والاخبار المهمه جدا. لكن تعالوا بقى نتكلم عن ما حدث عقب انتهاء هذه المباراه. وانا هقول لحضراتكم مثال بسيط قوي، مثال بسيط قوي. دايما يعني مثلا الواحد موجود او انا موجود بشتغل في قناه النادي الاهلي، فطبيعي جدا ان انا اكون واجهه ومثال وحاجه تكون بتشرف اسم كبير زي النادي الاهلي. طالما انا منتمي للنادي ده وطالما انا كمان بشتغل في منظومه النادي الاهلي، فانا لازم اكون واجهه مشرفه لاسم النادي الاهلي. فللاسف الشديد في لاعب اسمه امام عاشور في نادي الزمالك، اعتقد البعض يعرفه، اعتقد يعني في البعض يعرفه. اللاعب ده اصلا متعاقب من ناديه ونزل يتمرن مع فريق الشباب، وبعد كده لعب المباراه امبارح، وبعد كده شفنا الفيديوهات اللي حضراتكم شفتوها كلها، اكتر من فيديو ل يعني تجاوزات لا تليق ابدا ابدا بواحد او بلاعب بيلعب باسم نادي كبير زي نادي الزمالك، نادي محترم زي نادي الزمالك، وهو اصلا متعاقب من ناديه بعد سلوك مشين هو كان عامله على هامش احدى مباريات الفريق الاول لكره القدم بالنادي الزمالك. فبناء عليه نزل لفريق الشباب، وبعد ما نزل ما هو ما فيش اي حاجه بترضعه بصراحه الولد ده يعني. فبالتالي اللي احنا شفناه امبارح ده حاجه للاسف او هي اجابه بسيطه جدا للناس اللي بتقول ليه في شحن ما بين الجمهورين، اكبر جمهورين في مصر، الجمهور الاهلي وجمهور الزمالك. لما هتيجي تسال كده تقول هو ليه في تعصب؟ هو ليه في مشاكل؟ ليه في شحن؟ ليه في حساسية زائدة؟ الإجابة اللي حضراتكم شفتوه امبارح من اللاعب اللي اسمه إمام عاشور، هي دي الإجابة بشكل مبسط جدا، ببساطة جدا. هتنتهي إمتى المشاحنات دي؟ أو هتنتهي إمتى؟ أو هينتهي إمتى الشحن ده؟ أو التعصب ده؟ لما أمثال هؤلاء اللاعبين يختفوا من المشهد. لما السلوك ده يختفي، المفروض انت بتلعب في فيرست تيم اصلا، لاعب بتلعب بشكل جيد مع فريقك نادي الزمالك، فالمفروض انت تكون مثال يحتذى به للشباب اللي انت متعاقب عشان انت تلعب معاهم. لكن لما الشباب دول يشوفوك انت بتعمل كده فيقول لك ايه ده جامد قوي، انا اعمل زيه بقى. لكن للاسف دي مش اول واقعه للاعب ده، مش أول واقعة ليه. احنا كلنا فاكرين على هامش مباراة السوبر بعد انتهاء الأهلي والزمالك في الإمارات، ولما ضرب وليد سليمان أحد يعني كباتن وأحد اللاعبين المميزين جدا في تاريخ الكرة المصرية، وهو لاعب لسه صغير، لسه ولد صغير، وعمل التصرف اللي زي ده، وكان في عقوبة ساعتها من اتحاد الكورة 10 ماتشات. لكن هو العقوبة دي ما فرقتش معاه، لأن هي عقوبة لم تكن رادعة بالمرة. فبالتالي اللي احنا شفناه من الولد ده لازم في الحقيقة يكون في قرار صارم وقرار يناسب الواقعة اللي احنا شفناها. لاعب بيشتم النادي الأهلي، بيشتم رموز النادي الأهلي داخل مقر النادي الأهلي مدينة نصر، ده هذا أمر لا يليق بالمرة للأسف الشديد يعني. فبالتالي هتيجي تقول لي بقى انا ممكن اوقف اللاعب 10 ماتشات كمان ولا حاجه، واوقفه لنهايه الموسم ناقصه ماتشين ثلاثه ويخلص ده؟ لا، الكلام ده ما ينفعناش.
مش ما ينفعناش احنا ك ك ك نادي اهلي او كجمهور النادي الاهلي او ك... لا ما ينفعناش كجماهير كره مصريه، ما ينفعناش كمنظومه الكره المصريه. هو لاعب مش مثال جيد للرياضه المصريه بشكل عام في الحقيقه يعني. المهم ان هو كان طلع بيان قبل كده بعد الواقعه بتاعت وليد سليمان وقال انا اصلا اخلاقي مش كده، وانا ما... لا انت بتثبت اهو ان دي اخلاقك للاسف الشديد، للاسف الشديد يعني انا مش عارف اقول ايه. اهله لما يجوا يشوفوا حاجه زي كده، وضع زي ده، اكيد هيتكسفوا، اكيد هيتكسفوا. انت بتنقل عن الناس اللي مربيينك صوره سيئه، رغم ان هم ممكن يكونوا تعبوا جدا في تربيتك، وناس ليهم كل التقدير والاحترام يعني. وانت كمان مثال سيء، مثال سيء. ما ينفعش يكون واجهه لنادي كبير بحجم نادي الزمالك وبحجم جماهيريه نادي الزمالك. فاحنا في انتظار ايه؟ احنا في انتظار ان يكون في عقوبه رادعه لهذا اللاعب علشان الامور اللي زي دي تختفي من الملاعب المصريه، تختفي من الرياضه بشكل عام. هو ماتش تنافسي عادي، اهلي وزمالك بيلعبوا ماتش تنافسي على بطوله دوري الجمهوريه، ايا كان بقى مين كسب مين خسر، مش دي قصتنا دلوقتي. هو الاهلي اللي كسب طبعا امبارح، لكن دي مش قصتنا خالص. قصتنا ان الاخلاق يا جماعه اهم من اي شيء. في الوقت اللي النادي الاهلي عاقب مديره الفني كابتن عمرو انور عشان الماتش اللي قبليه على طول كان فيه مشكله في مباراه انبي واعتراض بشكل مبالغ فيه وامور كتيره جدا، النادي الاهلي احاله للتحقيق. فهو ده النادي الاهلي، هي دي مبادئ النادي الاهلي، هي دي قيم النادي الاهلي اللي البعض للاسف مش بياخد باله منها، او البعض مش فاهمها، او البعض بيسال ايه يعني القيم وايه المبادئ. هو ده الفرق بقى، هو ده الفرق بقى. مش دايما الفلوس هي اللي بتكسب، مش دايما الامور الخارجه عن النص هي اللي ممكن تكسبك، او اللي تكسبك كمان بالتحديد شعبيه وتكسب عاطفه الجمهور. لا، الكلام ده ما القيم والمبادئ مع سيستم، مع شكل معين للاداره في جميع الاصعده، هو ده اللي بيجيب لك الالقاب والبطولات. احنا شفنا انديه صرفت مصاريف قد كده، جابت ايه، عملت ايه، بتخسر وبتشيل كتير جدا. لكن الانديه اللي هي عندها نظام محدد وسيستم وعندها قيم ومبادئ هي اللي بتنجح. الاجابه على ايه هي القيم والمبادئ؟ قرارات النادي الاهلي. في الوقت النادي الاهلي بيعاقب فيه مديره الفني كابتن عمرو انور، بنشوف افعال لا تليق ابدا بلاعب لابس تيشيرت نادي الزمالك للاسف الشديد يعني. انا في انتظار ان نادي الزمالك نفسه يعاقبه في الحقيقه، في انتظار عقوبه كمان من الاتحاد المصري لكره القدم تكون عقوبه رادعه. بالمناسبه في خبر انا عايز اقوله لحضراتكم، وهو بيتعلق بالنادي الاهلي، ان الاهلي يشكو امام عاشور الى اتحاد الكره ولجنه الانضباط بشكل رسمي، ويطالب بتطبيق اللوائح والقوانين. ده أمر مهم جدا. تقدم نادي الأهلي صباح اليوم بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة، وأخرى مماثلة إلى لجنة الانضباط والأخلاق ضد إمام عاشور لاعب الزمالك وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديهم، بعد تجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الأخلاق التي ارتكبها المشار إليهم عقب مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب التي أقيمت أمس بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر. هو بقية الشباب دول لما شافوا إمام ده هو اللي بيعمل كده فانجروا للي بيعمله، لأن هو مفروض قدوة ليهم أو مثل بالنسبة لهم كويس، واحد بيلعب في الفيرست تيم، فلكن لما أشوفه كده هعمل زيه للأسف الشديد يعني. وأنا لسه ما عنديش الخبرات الكافية ولسه يعني مش مدرك حجم الخطأ اللي هو عمله. أرفق الأهلي بشكوى فلاشات تضمنت 5 فيديوهات للاعب وزملائه وهم يكيلون السباب وشتائم والألفاظ الخارجة للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الأسبق وكيان النادي وجماهيره. جاء في شكوى النادي أن التصرفات والألفاظ والشتائم التي جاءت على لسان عاشور وزملائه تمثل أفعالا مشينة وانتهاكات دخيلة على الوسط الرياضي وتثير الفتنة بين الجماهير، ومخالفة لكل قواعد الأخلاق، وتؤثر على سلوكيات الشباب، بل وتخالف بالأساس لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم فيفا.
وكذا لوائح الانضباط والأخلاق لاتحاد الكرة، وتضمنت الشكوى أيضا أنه لم يكن هناك مبرر على الإطلاق لقيام إمام عاشور وزملائه بهذه التجاوزات وتوجيه الاتهامات إلى شخصيات قيادية في النادي الأهلي، وان هو كمان بقى سب وشتم بالفاظ يعاقب عليها القانون، خاصه ان المباراه اقيمت على ملاعب الاهلي ولم تشهد اي احداث عارضه، الامور كانت ماشيه بشكل كويس جدا، المباراه كان فيها روح رياضيه رائعه تمام، وجرت في اطار تنافسي على بطوله الجمهوريه، لكن عاشور اعتاد التجاوز في حق الغير، فقد سبق ان قام بالتعدي على لاعب الاهلي وليد سليمان عقب مباراه السوبر المصري التي اقيمت في الامارات بالركل بالقدم، وبشكل في انتهاك لكل قواعد الأخلاق والأدب، خاصة أن وليد سليمان كان ملقى على الأرض. وقامت لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف عاشور 10 مباريات عقب هذه الواقعة، وده كان أمر غير كافي، ما ينفعش بصراحة، وأكبر دليل أن اللاعب بيكرر أفعاله، عارف ده لو كانت وقف إيقاف مناسب للي عمله مع وليد سليمان، بلاش وليد سليمان، لو كان عمل نفس اللي عمله ده مع لاعب تاني أيا كان مين هو زي وليد سليمان سواء بقى في الاهلي او في اي نادي تاني، كان لازم يكون في عقاب اقوى من كده بكتير عشان يحرم، لان هو لسه صغير لازم ان هو يتعاقب عشان يتعلم. وقامت لجنه الانضباط والاخلاق بايقاف عاشور 10 مباريات عقب هذه الواقعه التي كان يرى كثيرون انها تستوجب عقوبه اكبر، وطلب الاهلي في شكواه ضد لاعب الزمالك وزملائه تطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصا على الاجواء التنافسيه والعلاقه بين جماهير الناديين، خاصه ان امام عاشور اعتاد التجاوز في حق الاخرين في وقائع عديده ولم ترضعه العقوبات السابقه. طيب ايه هي بقى اللوائح بتاع لجنه الانضباط؟ اللوائح بتاعت لجنة الانضباط ايه هي؟ عشان نبقى عارفين بقى، شوف لجنة زي ما انتم شايفين كده، عشان نشوف لجنة الانضباط هتعمل ايه؟ احنا كلنا ثقة في لجنة الانضباط. المادة رقم 23 في مخالفات وعقوبات عناصر اللعب. تعالى لتالت نقطة اللي هي ايه؟ اللي هي اللي حصل زيها امبارح في الماتش أو بعد الماتش. قال لك إذا صدر منه سلوك رياضي مشين او تصرف غير لائق، اولا يتحلى او لا يتحلى بالروح الرياضيه او يثير الجمهور او يحرض الاخرين على التمييز او الكراهيه او العنف او اي سلوك فيه ايذاء قبل او اثناء او بعد المباراه، ايه اللي المفروض يحصل بقى؟ انا جايب لكم، هو في كذا بند تمام في الماده دي، في كذا نقطه في الماده دي، انا جايب لكم النقطه اللي هي بالظبط حصلت امبارح، اللي هو ايه؟ ارتكاب سلوك رياضي مشين، تمام؟ العقوبه بتاعتها بتبقى ايه؟ هات لي بقى اللي بقى العقوبه يا جماعه على طول. يعاقب بواحده او اكثر من العقوبات التاليه، ومش بالترتيب خلي بالك، على حسب العقوبه او على حسب اللي يشوفه اعضاء لجنه الانضباط. قال لك واحد الايقاف. هتقولي على طول يا جماعه الايه؟ النتائج، ايوه هي دي. يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية. واحد الإيقاف، تمام؟ بس مدة الإيقاف هتكون مهمة قوي، ما تجيش، ما ينفعش يبقى تقولي لآخر السنة والسنة قربت تخلص، ما ينفعش تقولي 10 ماتشات ولا 8 ماتشات، ده كلام كده يبقى إحنا بنهزر. دي تبقى رسالة، تبقى رسالة من اتحاد الكورة أو من لجنة الانضباط مع كامل الاحترام والتقدير لكل ممثلي الاتحاد بشكل كامل بلجانه، دي تبقى رسالة اللي هو إيه يا جماعة، لو أنت جماعة يعني أنت شتمت، طب 5 ماتشات 8 ماتشات 10 ماتشات، دي رسالة بقى إيه؟ للناس التانيه، اللعيبه التانيه، اغلط بقى براحتك واشتم براحتك، هتوقف 8 10 ماتشات. يبقى هنخش بقى في طريق احنا ما نتمناهوش خالص للكره المصريه والرياضه المصريه. طيب، 2 الغرامه بحد ادنى 50,000 جنيه بالاضافه الى قيمه الاضرار ان وجدت، ماشي. 3 الشطب، ربما 3 الشطب. 4 تغريمه قيمه او قيمه ما تم اتلافه. وتوقع اللجنه العقوبات المناسبه دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات، على حسب رؤيتهم وعلى حسب، يعني مش لازم يبقى رقم 1 الايقاف ورقم 2، لا، على حسب بقى ما هم يشوفوا الانسب ايه. فبالتالي انا جبت لحضراتكم الماده رقم 23 الخاصه بلائحه الانضباط، وكمان جبت لكم ايه اللي بتنص عليه اللائحه من عقوبات، فبالتالي احنا في انتظار العقوبات اللي هتكون مناسبه جدا جدا في اتجاه هذا اللاعب الغير مسؤول والغير حريص على مراعاة الاسم الكبير اللي هو بيلعب باسمه، او النادي الكبير اللي بيلعب باسمه زي نادي الزمالك. انا واثق جدا جدا جدا
المسؤولي نادي الزمالك مش عاجبهم الكلام ده، ناس محترمه قوي اللي موجودين دلوقتي، جمهور نادي الزمالك المحترم انا واثق جدا ان هم مش عاجبهم اللي عمله اللاعب اللي اسمه امام عاشور. ففي كل الاحوال احنا في انتظار ما سينتج عنه التحقيقات خلال هذا الملف. دي كانت جزئيه مهمه، عندي لسه حديث كتير كمان بيتعلق بالفريق الاول لكره القدم وتفاصيل مهمه هتكون معانا بس بعد الفصل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بيستعد لمباراه غايه في الاهميه بعد بكره ان شاء الله امام فريق النصر في مباراه قويه ومهمه جدا في بطوله كاس مصر. ان شاء الله الاهلي يكون موفق، بالتالي الفريق استأنف تدريباته النهارده بعد ما كان خد اجازه امبارح طبقا للبرنامج اللي وضعه الجهاز الفني. تدريبات النهارده ابتدت بالتحديد في تمام الساعه 4 عصرا، واكيد هي تدريبات مهمه جدا ومن ضمن التدريبات الرئيسيه استعدادا لهذه المباراه. اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي على الشاشه دي لقطات من مران اليوم، ده حمدي فتحي طبعا اللي بيعمل بعض التدريبات التاهيليه الخاصه بيه بسبب اصابته في دراعه، فنتمنى له الشفاء والعودة سريعا، احد اللاعبين المهمين جدا اللي بيغيبوا عن النادي الاهلي خلال الفترة دي. لكن في كل الاحوال الاهلي ماشي بشكل جيد في استعداداته للمباراة المقبلة ومباراة كمان بتاعة يوم الاحد امام نادي الزمالك. عشان نطمن بشكل اكبر خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل القناة الاهلي من استاد مختار التتش، نطمن من خلاله عن كل كواليس مران اليوم. يا فاروق اهلا بيك. تحياتي ليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك وكل سنه وانت طيب امير، وكل سنه وكل جماهير النادي الاهلي والامه الاسلاميه بخير، ويعني شهر رمضان المبارك يعني ربنا يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، ويعني مناسبه يعني كلنا بنستناها كل سنه، فان شاء الله تبقى كلها خير وبركه على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان ان شاء الله باذن الله. يا فاروق طمنا على استعدادات النادي الاهلي لمباراه النصر، وايه اهم وابرز ملامح المران النهارده؟ عايز اخد من كلامك يا امير ان هي مباراه مهمه جدا طبعا عندنا، يعني انت عارف الفتره اللي جايه فتره كلها مزدحمه بالمباريات، مباراه الزمالك ثم يعني مباراه النصر ثم مباراه الزمالك. عايز اقول لك ان الجهاز الفني للنادي الاهلي يعني فرض خلاص يعني منع كافه التصريحات الاعلاميه او الحديث في الوسائل الاعلاميه. كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر بيتسو موسيماني النهارده اجتمعوا وقرروا يعني خلاص ما فيش لا حديث يعلو فوق صوت يعني مباراه النصر، ويعني الجهاز بيديها اهميه وعدم الانشغال بمباراه الزمالك قبل مباراه النصر. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك نحب ناخد الخطوات خطوه خطوه. يعني عندنا تركيز في مباراه النصر، عندنا مجموعه من الغيابات وايضا مش يعني ما فيش اي حديث بيتم عن مباراه الزمالك قبل الانتهاء من مباراه النصر طبعا. وتجنب مفاجات كاس مصر، خاصه ان فريق النصر بيقوده واحد من المدربين اللي يعني اصحاب الخبرات الكبيره الكابتن السيد عيد، واحد من الفرق في دوري الممتاز به، ولكن النادي الاهلي بيدي اهميه لهذه اللقاء. يعني تقدر تقول يا امير مباراه الاهلي والنصر طبعا في ظل مجموعه من الغيابات، يعني ان شاء الله هقدر اتكلم معاك برضو على مجموعه الغيابات الموجوده في فريق النادي الاهلي اللي هتغيب عن مباراه النصر، وايضا اللي غالبيتهم هيغيب عن مباراه الزمالك. النهارده طبعا انت عارف ان قبل في يعني قبل المران اليوم كان في طبعا المسحه الطبيه اللي هي قبل المباراه ب 48 ساعه طبقا لبروتوكول وزاره الشباب والرياضه ووزاره الصحه، تم اجراء المسحه الطبيه للاعبين والجهاز الفني. يعني عقب المسحه الطبيه مستر بيتسو موسيماني اجتمع مع اللاعبين، طلب اللاعبين بعدم الاستهانه بالخصم، عدم النظر لفريق النصر ان هو كاحد فرق الممتاز به، وضرب مثل بفريق بتروجيت اللي وصل لدور الثمانيه، قال هو واحد من الفرق يعني دي بتبقى تذكره لينا كلنا ان واحد من الفرق الممتاز به، وانت عارف ان الكاس دائما بتحمل المفاجات، طالب اللاعبين بالتركيز في هذا اللقاء. لقاء يا امير بعد يعني بعد جلسه مستر بيتسو موسيماني انطلق المران اللي شهد النهارده انضمام بعض اللاعبين من فريق الشباب بالنادي الاهلي اللي يعني فازوا بالامس على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف. النهارده كان منضم ابراهيم السيد ومصطفى الياس وعبد الرحمن نمان ومصطفى فوزي، مجموعه من اللاعبين اللي انضموا النهارده مع مستر بيتسو موسيماني. يعني تقدر تقول يا امير طبعا انت عارف في غيابات عن النادي الاهلي في مباراه النصر، عندنا غياب لحسين الشحات والشناوي طبعا للحصول على 3 انذارات. الاصابات يعني فيها وقت برضه هنتكلم على بعض اللاعبين اللي يعني في وقت الاصابات.
علي معلول ومحمد هاني وايمن اشرف واجاي ومحمود وحيد ومحمود متولي وحمدي فتحي وكريم نيدفيد. النهارده تقدر تقول مستر بيتسو موسيماني حاول ان هو يجرب احمد نبيل كوكا في مركز الظهير الايسر اللي بنسبه كبيره هيكون هو اللي هيشغل مركز الظهير الايسر في مباراه النصر. ايضا النهارده يعني ادى بعض يعني الشغل شويه لثنائيه رامي ربيعه مع سعد سمير، بيحاول ان هو يريح يدي فتره راحه طبعا انت عارف لبدر بنون وبعض العناصر، يعني انت عارف الفتره القادمه اميره هيبقى فيها ضغط مباريات كتير جدا أكيد. بتستغل هذه اللقاءات ان انت تدي فرصه، لكن التغييرات انت عارف اميره هتبقى في اضيق الحدود لان لازم تحافظ على قوام الفريق. ممكن اللقاء طبعا يشهد عوده ناصر ماهر ووليد سليمان، عمل اكتر من تريكه النهارده مستر بيتسو موسيماني ان هو يجرب يعني ناصر ماهر في مركز خط الوسط بجوار اكرم توفيق، ايضا وليد سليمان في مركز 10 انت عارف، صلاح محسن ايضا في مركز الجناح، كلها يعني تقدر تقول ملامح من مستر بيتسو موسيماني بيحاول يجهز هؤلاء اللاعبين للمرحله القادمه. كويس. لو هنتكلم على الاصابات يا امير برضو عايز احطك في الصوره، امر مهم جدا ان يعني تقدر تقول علي معلول بيواصل البرنامج التاهيلي الخاص بيه، وهقول لك على يعني احد الامور المهمه جدا وامر يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي ومسؤولي الجهاز الطبي في النادي الاهلي، تم استقدام جهاز الماني والجهاز يعني جهاز تم استخدامه من المانيا، واول لعيب بيتم يعني بيستخدم هذا الجهاز دلوقتي وعلي معلول، جهاز اسمه دكتور تيكر، ده جهاز الماني بيساعد على التئام العضلات، وعلي معلول بيسي يعني اول لاعب طبعا يعني نتمنى ان شاء الله ما فيش لعيبه كتير تبقى على هذا الجهاز. اول لاعب بيستخدم هذا الجهاز ده احد الاجهزه اللي تم استخدامها مؤخرا في النادي الاهلي. ايضا اطمنك على كريم نيدفيد، كريم نيدفيد النهارده يا امير لاول مره بيبدا بعض التمرينات بالكره خلاص كويس. المرحله اللي يعني عمليه الرشح اللي في ركبه كريم نيدفيد خلاص تلاشت تماما. كريم نيدفيد دخل في المرحله الاخيره قبل النزول ان شاء الله للتدريبات الجماعيه، النهارده لاول مره كريم نيدفيد بيبدا مرحله التدريب بالكره مع دكتور طارق عبد العزيز. ايضا حمدي فتحي النهارده بدا مرحله مهمه جدا من مرحلة التأهيل، طبعا هو كان يعني حمدي فتحي ماشي على الجلسات والعلاج الطبيعي وايضا بعض الجلسات في الجيم، النهارده يعني ابتدى ان هو يجري حول الملعب طبقا للبرنامج التأهيلي الموضوع من الجهاز الطبي للنادي الاهلي. طيب ايضا اطمنك على جونيور اجاييه، طبعا فاضل امير. طيب يا فاروق خليني اسالك عن برنامج الفريق للمباراه حتى موعد المباراه، احنا خصوصا ان احنا عارفين في سفر، وقبل ما تقول لي البرنامج في شكل سريع قول لي بس برضه طمني على جونيور اجاي اتفضل. يعني اقدر اقول لك يا امير واكد لك ان جونيور اجاي بنسبه كبيره جدا هيكون خارج حسابات النادي الاهلي في مباراه الزمالك، اصابه عضليه، وانا باكد لك ان جونيور اجاي هيكون خارج حسابات مباراه الزمالك، وايضا محمد هاني بنسبه كبيره كمان هيكون خارج حسابات نادي الزمالك خارج حسابات مباراه نادي الزمالك. تدريب الفريق غدا ان شاء الله يكون في تمام الساعه 9 مساء ان شاء الله، عقب التمرين الفريق هيتوجه الى الاسكندريه للمبيت في احد الفنادق استعدادا لمواجهه فريق النصر في مباراه كاس مصر. كل التوفيق باذن الله يا امير النادي الاهلي في هذا اللقاء. باذن الله يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح متعدد المزايا في الحقيقه من الناس الشاطره جدا، بشكرك يا فاروق شكرا جزيلا. كان معانا مستاد مختار التتش وقال لنا اخبار وكواليس مهمه جدا تتعلق باستعدادات الفريق لمباراه النصر، ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، يلا بينا. من خلال تطبيق زوم هيكون معايا الصديق العزيز والصحفي والناقد الرياضي الأستاذ سعيد علي عشان نتكلم معاه في بعض الملفات المهمة جدا وتحديد فيما يخص النادي الأهلي والفترة الحالية اللي بتتعلق بالمنافسات المختلفة. يا سعيد مساء الخير. مساء الخير عليك يا أمير، مساءنا وانت طيب، مساءنا كل جمهور قناة النادي الأهلي بخير. وانت طيب يا سعيد. في البداية عايز اتكلم معاك بخصوص الاهلي والمنافسات المختلفة اللي بياخدها خلال المرحلة الحالية واهمية هذه المرحلة بالنسبة لفريق النادي الاهلي سواء في مختلف البطولات، هنبتدي بكاس مصر يوم الاربعاء بعد كده الدوري بعد كده جاي بعد يعني شهر من دلوقتي تقريبا المنافسات في دوري ابطال افريقيا. اتفضل سعيد سامعينا. تمام. لو هنتكلم عن الفتره المقبله ان شاء الله يا امير، انا بشوف ان احنا داخلين على مراحل الحسم بعد ما نادي الاهلي مر بمنحنيات صعبه جدا، بدات بالتجهيز بالمجال الانديه ثم الكم الكبير من الاصابات الذي عانى منه بيتسو موسيماني والنادي الاهلي، يمكن فتره من فترات النادي الاهلي كان هو الوحيد مش عايز اقول داخل مصر فقط بل داخل افريقيا اللي كان عنده 15 اصابه في توقيت واحد، كل ده
اثر على رغبه الرجل في تنفيذ بعض الافكار، في تبديل الخطط، تبديل الاستراتيجيات، ادى الى مراحل هبوط في فترات ما ثم صعود، لكن في النهايه النادي الاهلي او خليني اقول مستر بيسم نجح ان هو يحقق الهدف الاساسي انك بتنافس على بطوله الدوري وصعدت للمرحله المقبله في دوري ابطال افريقيا. كان نفسنا يكون نادي الاهلي في الصداره، لكن عشان اكون واضح معاك انا بحب دايما اشوف نادي الاهلي تحت الضغط، بحب دايما اشوف اللاعب المصري تحت الضغط لان ده بيكون حافز كبير جدا. ويمكن احنا المراحل اللي مرينا بمنحنيات هبوط كان في نوع من الاستهانه بعض ما بخصوم، احنا شفنا انهم اقل مننا، ما كانتش نغمه الجمهور بس كانت نغمه الجميع. يمكن انا كنت معاك يا امير في قراءه لمجموعه النادي الاهلي من البدايه وقلت ان سيمبا فريق مستهلك زي الناس متصوره، اثناء ما عادش لها اثر كبير، اصبح في تطور عند انديه كتير وفي اسماء كبيره وانديه كبيره جدا عرف مستواها وصعد انديه اخرى. فبالتالي اللي حصل انا بشوفه ده مهم جدا، وضع مستر بيرسي عثماني اولا تحت الضغط، وضع اللاعبين ايضا ويدوش طيب خليني يا سعيد اسالك بخصوص المنافسه على البطوله نفسها بعد يعني حسم المقاعد في دور ربع النهائي، شايف المنافسه ازاي؟ سعيد الاتصال اتقطع بسعيد. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. طيب للاسف الشديد الوقت داهمنا، فبالتالي مع نهايه اخر حلقه للترند قبل شهر رمضان الكريم بنقول لحضراتكم كل سنه وحضراتكم طيبين وبصحه وسعاده، رمضان كريم عليكم وتعود علينا الايام بخير، وان شاء الله باذن الله الكل يكون في صحه جيده، وباذن الله كمان يكون ده اخر شهر رمضان بفيروس كورونا ويكون الكل في سلام دائم باذن الله تعالى. دي كانت حلقتنا من الترند النهارده، استنونا في حلقات اخرى جديده باذن الله، الى اللقاء.